السلام عليكم وأهلا وسهلا بالجميع في درس جديد من دروس البرمجة الكينونية بلغة الجافا، واللي راح ناخذ فيه تطبيق عملي عن الأري. زي ما وضحناكم في الدرس السابق، فالأري هي عبارة عن مجموعة من العناصر من نفس النوع. فالمثال اللي راح نورجيكم إياه اللي هو بدي أنشأ أكتب برنامج جافا كامل، ومن خلال هذا البرنامج بدي أعرف أري من 5 عناصر نوع انتجر، وبعد هيك بدي أقرأهم وأطبعهم وأطبعهم بشكل عكسي، وبدي أجمعهم وبدي أوجد الكبير اللي فيهم، وبدي أبحث عن الرقم، خلنا نحكي الرقم 6. هاي كأمثلة بسيطة نوضح فكرة الأري. فحتى نطبقهم باستخدام النت بينز مباشرة، بنروح على النت بينز بنحكي له فايل نيو بروجكت، وبنحكي له هنا أري إكزامبل. فبيجي عندي هنا المين. فزي ما حكينا اخوان، حتى نبدا بالحل، حكينا انه اول اشي بدنا نعرف الري. فعمليه تعريف الري بنيجي بنحكي له انت ماي ليست. لاحظ هي بدايه او نهايه، بدايه ونهايه. طبعا بنقدر نخليها هان او بنقدر نخليها هان، اتس اب تو يو. ويساوي نيو انت اللي هو 5 حسب السؤال. وحكينا في 3 طرق للتعريف، إما من خلال جملتين، أو بدمج الجملتين بجملة واحدة زي ما احنا مسويين، أو with initial value. فالسؤال مش طالب منا initialize للأري، فهنا أخوان أنشأ لي 5 عناصر فاضيين. طيب هلأ اللي بعديها أنا شو اللي بدي أساوي؟ اللي بعديها أنا بدي أقرأ، فأنا بحاجة لميثود read وحيعطيني error. طيب حسب المثال الثاني بدنا نخطط له، بدنا نعمل print. طيب حسب المثال الثالث بدنا نعمل ميثود اسمه ريفرس. اللي بعديها بدنا نعمل له الصم، والصم اكيد راح يرجع لي قيمة. واللي بعديها بده ماكس، واللي بعديها بده يعمل سيرش. طيب هلا لما بدي اجي احلل ايش اللي بدي اقراه؟ انا بدي اقرا الاري اللي اسمها ماي ليست. طبعا اكيد في ايرور لان انا ما انشات الميثود. طيب بنيجي على البرنت، بدي اطبع برضه نفس الشيء الماي ليست. بدي اطبع الماي ليست بشكل عكسي، بدي اوجد الصم للعناصر اللي موجوده بالماي ليست. وطبعا هنا راح يعطيني قيمه، فبدها تتخزن ب اللي هو متغير معين، على سبيل المثال اللي هو اس. طيب الماكس بدنا نعرف متغير اسمه ام، ويساوي السيرش بدنا نحكي له بوليان على سبيل المثال سيرش لمين؟ للماي ليست. هنا ماي ليست. فالفكره اخوان انه انا بدي اعرف الري، وبدي ارحل الاوبجكت تاع الري او الريفرنس تاع الري إلى اللي هو الميثودز، وبدنا نشوف كيف بدنا نتعامل معهم. هلا من خلال التطبيق طبعا راح تشوف انه في عندي انا مجموعه من الايرور. سبب الايرور لانه انا ما عندي شيء اسمه ريد ولا برنت ولا ريفرس، فراح نمسكهم واحد واحد من خلال كتابه الميثود. فعلى سبيل المثال نيجي بنحكي له هنا بابليك استاتيك فويد لانه ما في اشاره مساواه، وبدنا نيجي نحكي له ريد، ومن خلال ريد نيجي نحكي له انت ماي ليست. هاي بدايه وهاي نهايه. طبعا الماي ليست اللي هان لا تساوي الماي ليست اللي هان، هي الداتا بتترحل هنا، واليه الترحيل احنا بنسميها كول باي ريفرنس. كول باي ريفرنس معناته اذا تعدلت اي متغير هان، طبعا خلينا نغير اسم حتى نوضح الفكره، الأري اللي هنا اللي هي الفاضية بدها تترحل على الأري، فأنا بدي أقرأها، فالأري شو راح تساوي؟ راح تتعبى. فالكول باي ريفرنس أي داتا بتتعدل على الأري دايركت بتتعدل على اللي هو الفور لوب، على اللي هو الماي ليست. طيب حتى أقرأ أنا بحاجة لسكنر، فبنحكي له سكنر كنترول سبيس، فبجيب لي كود السكنر. طبعا ننساش إنه هنا في الإمبورت تاعتها input،
ويساوي نيو سكانر. طبعا بالنت بينز يفضل تتعامل مع الكنترول سبيس بداية ونهاية، وبنحكي له نيو عفوا اللي هو سيستم دوت ان. هاي آلية القراءة. طيب حتى أقرأ باجي بحكي له for int الاي يساوي 0، حنا حسب المثال من الزيرو إلى عدد العناصر، فبنحكي له 0 i أقل من الاري دوت length، عفوا سوري هنا لأنه هذا متغير، التعريف اللي هنا أعطاني array من نوع integer، لكن هو مش array من نوع integer، هو عبارة عن هو عبارة عن array of integer. فبنيجي نحكي له array dot length اللي هو عدد العناصر والi plus plus، هاي بداية وهاي نهاية. فنحط جملة توضيحية SOUT والتاب، وبنحكي له enter element. طبعا يفضل يكون print عشان يكون على نفس السطر وسبيس، وبعد هيك إذا بدي أقرأ عنصر باجي بحكي له array الاي ويساوي من القراءة اللي هو input dot في عندي أمر اسمه next int. فهنا شو اللي بيسوي؟ جهزنا للقراءة ومشينا من الصفر إلى عدد العناصر، اطبع جملة توضيحية اقرأ اللي في الإليمنت 0، بعد هيك بصير 1، اطبع اقرأ اللي بالإليمنت 1، وهكذا لحد ما يقرأ كل العناصر. هاي بالنسبة للريد. لاحظوا بمجرد أنا ما كتبت الريد اختفى الايرور من الريد. طيب هاي بالنسبة له اللي هو الخيار الأول. بالنت بينز بنعمل عملية إخفاء وبننتقل له اللي هو الخيار الثاني public static void اللي هو print. وشو اللي بدي أطبعه؟ هو عبارة عن array بداية ونهاية، وبدي أسميه ARR. طب هلا لو أنا سميته my list في مشكلة؟ لا ما في أي مشكلة. إذا سميته لازم تميز إنه my list مش زي الماي ليست إذا سميتها أنت هان، فيفضل إنه يكون الأسماء مختلفة أو زي ما بدك إياه. الفكرة إنه كل باي ريفرنس أي تعديل هان مباشرة راح يتعدل على الماي ليست، العملية كل باي ريفرنس. طيب إذا بدي أطبع بنفس الطريقة فور لوب تنتسخ كوبي بيست، وبنيجي نكتب سيستم دوت او دوت برينتلين اللي هو بدي اطبع الاليمنت. حتى اطبع الاليمنت هو عباره عن ماي ليست عفوا اللي هو الاري اللي هو الاي، نفس جمله الفور. فاول شيء بطبع الزيرو، بطبع اللي موجود في الواحد في الاثنين في الثلاثه وهكذا لحد ما اللي هو يخلص. طيب هاي بالنسبة للنقطة الثانية والإيرور اختفى. طيب نيجي هنا بدي أطبعه بشكل عكسي، بنخبي الكود وباخذ الكود تاع البرنت كوبي وهنا بيست وبسميه هنا ريفرس. طيب كيف بدي أطبع بشكل عكسي؟ لاحظوا أخوان هنا من وين بلش، لازم يكون عندي من الأربعة ولغاية الزيرو. فباجي بحكي له هنا الآي النهاية لازم تكون من زيرو ولازم تكون أكبر لأنه عكس، وأول مرة بلشت من أربعة بعدين وين بنتقل على الثلاثة فهي بلس بلس، أكيد لا هي ماينس ماينس. طيب فهو انتهى بزيرو وفي كل مرة بيتناقص، لكن من وين بده يبلش هنا؟ إذا كتبت أربعة صح، لكن لو كتبت اسم الأري دوت لينث رح يعطيني عددهم خمسة، هو فعليا ما بلش من خمسة، فعشان هيك بنحكي له ناقص واحد. كم عدد العناصر؟ خمسة ناقص واحد أربعة، وهل الأربعة أكبر من الصفر؟ نعم، اطبع وارجع بنقص واحد بتصير ثلاث، ثلاثة أكبر من الصفر وهكذا. أوكي طيب هاي بالنسبة له اللي هو الطباعة بشكل عكسي. طب هسا بدي أوجد مجموعة العناصر وبدي أخزنها بأس، فمنيجي بنحكي له هنا ناخذ جملة الفور كوبي، طبعا هاي لأنه كلياتها فور،
ومنروح حالا بنحكي له public static int. طبعا ليش int؟ لأنه بالنهاية النتيجة وين راح تتخزن؟ في integer، فهو عبارة عن sum. وبنحكي له int هاي المرة الأري الأقواس بعديها حتى نورجيكم إنه ما في أي مشكلة. ودائما إخوان في حالة الصم بنحكي له أنت الأس تساوي زيرو اللي هو الجمع التراكمي، وبنحط الفور تاعتنا، وباجي بحكي له أس تساوي الأس زائد كل عنصر موجود بالأري، فهي الأري اللي هو الأي. أوكي، هاي الأري الأي. طيب بجمع أول عنصر بصير واحد، بجمع ثاني عنصر، ثالث عنصر، رابع عنصر، إلى آخره. بالنهاية الميثود بستني مني انتجر، فباجي بحكي له return الأس. فهيك القيمة اللي تخزنت وظلتني أجمعها رايحة تترحل هنا، وبعد ما تترحل راح تتخزن بالأس. وبعد هيك باجي بحكي له system.out.println اللي هو sum of array على سبيل المثال يساوي القيمة اللي رجعت لي بأس. تمام، فهي خلصنا من الريد وبرنت وريفرس، وهي الصم وانحلت. طيب نيجي لموضوع اكبر عنصر بالاري، فبناخذ هذا الكود كوبي وبنروح بننسخه بيست. الاختلاف انه هاي المره ماكس وبداخله اللي هو اري، فالقيم اللي بالماي ليست بدها تترحل هان، والعملية call by reference زي ما حكينا إذا تعدلت القيم بالماكس مباشرة راح تتعدل. طيب هلأ هنا بدي أجي أحكي له في عندي متغير اسمه M ويساوي أول عنصر بالأري اللي هو زيرو، بدي أفترض أنه هو الكبير. وبعد هيك بروح بشيك عليهم من ثاني واحد إلى نهاية الأري، في داخله بنحط بداية ونهاية، وباجي بحكي له if إذا كان العنصر أكبر من الماكس اللي أنا فرضته اللي هو أول واحد، معناته الماكس تساوي العنصر اللي أكبر منه. طيب أول إشي زيرو هو الماكس، بعد هيك صار واحد، هل اللي في الواحد أكبر من الماكس؟ معناته الماكس تساوي اللي موجود في الواحد، برجع اللي هو باثنين، هل اللي بالاثنين أكبر من الماكس؟ إذا أكبر معناته اللي هو كذا. يعني لما نيجي نحللها أول إشي هو ثمانية، أو خلنا نفترض إنه على سبيل المثال أربعة، أول إشي أربعة هو الام. هلا باجي هنا، هل الأربعة السبعة أكبر من الام؟ نعم، فالمفروض السبعة هو الام، بنزل فصارت الام هنا سبعة. باجي على الستة، هل الستة أكبر من الام؟ لا، بينتقل على اللي بعده، وهكذا لحد ما يخلص اللي هو الماكس. بالنهاية برجع أكبر قيمة اللي هي الام، اللي هو اللي بيمثل أكبر عنصر موجود باللست. هاي خلصنا منه، وبالتالي أكبر عنصر موجود باللست اللي هو الريتيرن، لما بأخذها اللي هو على سبيل المثال سبعة، وين بودي السبعة؟ بودي السبعة هان، وبتتخزن بالام، وحط أطبعها لليوزر بحكي له system.out.println الماكس تساوي القيمة اللي جبتها من الميثودز اللي هو الماكس. آخر إشي اللي هو السيرش، وبنختم الإكزامبل تاعنا. نفس الفكرة، الفور لوب راح أخذها وراح أكتب public static. لاحظ هنا بإيش ده تتخزن؟ بدها تتخزن في بوليان، فمعناته الميثود يكون بوليان اللي هو search، ومنعرف اللي هو الاري as call by reference، وهي بداية وهي نهاية. وبننسخ جملة الفور، لاحظ دايما جملة الفور بنكتبها بالاري. هلأ منعرف بوليان اللي هو found، وباي ديفولت هو يساوي false. اوكي، طيب هلأ بداية ونهاية، باجي بحكي له إيش الرقم اللي أنا بدي أدور عليه بالسؤال اللي هو الرقم ستة، فباجي بحكي له
على سبيل المثال، هاي لفيت عليهم واحد واحد، باجي بحكي له اف اذا كان عندي الاليمنت اللي مخزن بالاري يساوي 6، شو معناته بساوي بدايه ونهايه؟ باجي بحكي له الفاوند ايكوال ترو، لقيته اوكي، وفيش داعي اكمل بريك. فالبريك شو بتساوي؟ اذا لقيته بحكي لك اطلع. بطلع من وين؟ بطلع من اللوب. فلما بطلع من اللوب باجي بحكي له ريتيرن اللي هو قيمة الفاوند. هلا انا هنا في عندي حالتين، افترضت انه الفاوند ايكوال فولس، فبلف عليهم واحد واحد، اذا لم يتحقق هذا الشرط معناته الفاوند ظلت فولس، فراح يرجع اللي هو البي فولس. لكن اذا في عنصر من العناصر تساوي 6 معناته الفاوند ايكوال ترو، وبريك بيطلع بجهان فراح يرحل لك انها ترو. فبالنهايه وين بدها تتخزن الترو او الفولس؟ بالسيرش، وتحديدا عند البي. فباجي بحكي له هنا اف ستيتمنت اف عفوا اذا البي ايكوال ايكوال ترو، معناته باجي بحكي له السيستم دوت اوت دوت برنت لين 6 از فاوند، otherwise system.out.println 6 is not على سبيل المثال found. هاي باختصار اللي هو الداتا فايل. وين بنركز احنا؟ دائما الجمله بتبدا من عند المين، وبالمين عفوا، وببدا اجي افرع. فراح نعرف الاري الريد، بنفذها كامله وبس اخلص برجع. نفس الشيء بنتقل على البرنت، لما باجي بنفذها بروح على البرنت بنفذ وبيرجع، الريفرس بغيب بنفذ وبرد يرجع. هاي الآلية انت الصم يساوي هاي القيمة، فمعناته بروح بجمع لك إياهم وبخزن لك إياها بالأس وبيطبع لك النتيجة. فهاي الفكرة إخواني الميثود. هلأ اللي بدنا نحكي إنه إذا كان الريفرنس صار عملية باسنج لميثود، العملية كول باي ريفرنس. شو معنات كول باي ريفرنس؟ معناته إذا تعدلت هاي دايركت بيتعدل عندي الماي ليست. طب حتى تطبقه بشكل عملي، نحكي له رايت كليك ران انتر إليمنت، هاي 6 هاي 3 هاي 2 4 1. فلاحظ طبع لي اياهم وبعدين طبع لي اياهم بشكل عكسي، والصم اللي هو 16 أكبر قيمة اللي هو 6، والستة is not found. لا هو المفروض إنه found، إيه عفوا نتأكد من وين، بلشنا من ال 1 سوري، المفروض نبلش من الزيرو. مرة ثانية نتأكد، هاي 1 2 3 4 5 عفوا 6 not found أكيد، لأنه لما قرأت ما في. طيب هلا لما نيجي نعمل مرة ثانية run، بدي 6 و3 2 و3 و1 و5، فالمفروض يحكي لي 6 is found وأكبرهم 6، ومجموع الأرقام من 5 إلى 2 هي عبارة عن 17، وهيك الأمور بتكون إن شاء الله تمام. بتمنى يكون درس اليوم واضح. يعطيكم ألف عافية والسلام.